سياسيا. الآن ننتقل إلى مطارق، يعني لك مشاركات جميلة في الأيام السابقة الحمد لله، والناس مستمتعة بوجودك الإعلامي بظهورك، ويعني هذا دليلنا ممكن ابتعدت عن السياسة قليل ولكن رديت بشكل قوي بشكل مميز، ويعني دائما القضايا تشدك أنك تكون بالساحة موجود مع الشباب ومع دعمهم وشد من أزرهم بهذه الأوقات اللي تحتاج منك كل قطرة دماء على قولتهم أو كل قطرة وفاء. تفضل طارق. بسم الله الرحمن الرحيم. تأكيد أنا أشكر الأخوان من عائلة الذاير على دعوتهم الكريمة، وشاكر لكم حضوركم، ومستمتع أيضا مع أساتذتنا وأخواننا اللي راح يتحدثون الليلة. وأستطرد بس من كلام الأخ حريف الندوة أني أنا ابتعدت ورجعت، وأنا أقول والله أنا ابتعدت وكنت مراقب، لكن مع الأسف المعازيب أصروا إن إحنا من خلال أفعالهم إن إحنا نرجع. فيعني الظاهر يحبوننا يعني، فهم شلون؟ أنا الحقيقة يعني ما ودي أطيل، لكن وسبق كررت كلامي كله، لكني أنبه وأحط يعني أعيد ما جاء في كلام الأخ جاسم السعدون إن إحنا الوضع خطير 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 جدا. اليوم أجهزة الإعلام الحكومية والقنوات التلفزيونية اللي محسوبة عليهم والردح اللي قاعد يصير قاعدين يبينون الموضوع ترى بسيط، بس إن إحنا والله عدلنا بدأ 4 أصوات صوت واحد، فتم اختزال المشكلة في الصوت الواحد بس. وقال لك ليش تقاطعون؟ وإحنا نقول ما عادت القصة قصة الصوت الواحد، اليوم القصة قصة الدستور يجب الحفاظ عليه. قصة الدستور يعني حاولوا في أكثر من مرة خلال 50 سنة اللي فاتوا بتنقيح الدستور بتعديله ما قدروا، فكان المنفذ الآن هو في تعديل الأصوات. وأنا أقول إذا مشينا بهالاتجاه راح يعدلون بعد الدوائر، لان اللعبه راح تحلو عندهم. فالقصه يعني ما عادت قصه الدوائر والاصوات. اليوم موضوعنا موضوع خطير جدا، وهو ان اذا الحكومه تستخدم الماده 71 اللي اعطيت لها بموجب الدستور على سبيل الاستثناء، اذا بتستخدمها باي ظرف معناها هذا هدم للدستور. ليش؟ لأن الدستور في المادة 50 ينص على الفصل بين السلطات، فالحكومة في المادة 50 ما تقدر تشرع، لأن مجلس الأمة حسب المادة 79 من الدستور مجلس الأمة هو اللي يصدر القوانين. يقول لك لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. هذا القانون على سبيل الاستثناء أعطي هذا الحق للحكومة على سبيل الاستثناء، ومعروف ان الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع فيه. وبالتالي اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد ما يوجب اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير ان يصدر بها مراسيم لها قوة القانون. فاذا لابد يكون حدث موجود، واحنا نقول وين الحدث؟ الحكومة راحت المحكمة الدستورية وشرحت عددت كل السلبيات اللي في القانون اللي هي مقترحته، الحكومة اللي جابت قانون الدوائر الخمس وقدمته للمجلس ووافقت عليه، ما كان جاي من المجلس، وتم فيه 3 انتخابات في 2008 و2009 كانت الحكومة عندها أغلبية في كل هالمجالس هذه، وآخرتها مجلس 2009 سيء الذكر اللي شفنا شلون ضمائر انباعت، باعوا ضمائرهم وخانوا أمانة الناس. لكن ليش 2012 الحكومة فقدت الغالبية؟ كانت ردة فعل الناس على ما حدث في مجلس 2009، وطلعت الناس بالشوارع والمظاهرات، وتم إجبار الحكومة والسلطة على إقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الأمة. هذا هو كان رد فعل الناس على التصرفات اللي كانت.
فإذا القصة ما عادت قصة والله الدوائر هي اللي شتتت وهي الدوائر هي اللي كذا وهي اللي كذا، لا، القصة ردت فعل الناس على ممارسات عناصر الفساد في حكومة اتفقت مع عناصر فساد في المجلس وباعوا البلد. وهذه الأشكال الناس ثارت وتغير المجلس وتم حل المجلس، وهذه ردت فعل الناس بالانتخابات نرضى فيها أو ما نرضى فيها. بس الحكومة لما راحت المحكمة الدستورية، محكمة الدستورية قالت هذا مو اختصاصي، هذا تعديل الدوائر هو اختصاص المشرع، والمشرع معروف منه، مشرع هو مجلس الأمة، ما عندنا مشرعين، عندنا مشرع واحد. إذا نؤمن بالدستور نؤمن أن المجلس الأمة اللي يشرع، الحكومة تنفذ، والقضاء يراقب السلطتين. هذا اللي نفهم فيه في تطبيق الدستور. أما إذا بيمسكون إيدين السلطتين بيدين بيد واحدة، هذه هي الكارثة الحقيقية. اليوم الحكومة لما صدرت المرسوم وصدرت أيضا عدد من المراسيم يتكلمون الآن، حتى مراسيم الرياضة، قوانين الرياضة راح يعدلونها إرضاء لبعض أولادهم. فإذا هم صاروا الآن الوضع في الكويت صار مثل الشربة، شوربة تصدر قانون وتنفذه الحكومة ونقبل فيه إحنا. هم هذا اللي يبونه الآن، يقولون إن الصوت الواحد يقضي على الطائفية ويقضي على القبلية ويقضي ويقضي ويقضي. اليوم في واحدة من الجرائد قالت انتهت الانتخابات الفرعية، قضينا عليها. وهم ما يعرفون إن بالعكس، إذا كان في الدوائر الخمس والأربع أصوات كان هناك تحالفات، والتحالفات على فكرة مشروعة في كل العمل السياسي معروفة، يعني اللي ممنوع واللي غير مقبول الرشوة والهالأمور، واللي يفتحون الوزارات لبعض مرشحينهم نوابهم، هذا اللي ممنوع. أما قضية التحالفات فهذا شيء مشروع. احنا هني لما نيجي اليوم بالصوت الواحد، خلاص اللي كل واحد بيشيل الرفيجة، فما في يعني، راح تكرس الطائفية اكثر، راح تكرس القبلية اكثر، وهني هدم للوحدة الوطنية. كنا على امل ان احنا نندمج كشعب، يجي واحد حضري، يجي واحد بدوي، يجي سني، يجي شيعي، ويتفقون وأربعة يكونون رابطة وقائمة ويطلعون. هذا هو الوحدة الوطنية اللي نقصدها. أما يجي وشخص واحد وبصوت واحد، هني هو التكريس. في نفس الوقت الصوت الواحد راح يساعد على الرشوة، راح يساعد على الخدمات، ونكون احنا أمام، رجعنا أمام نفس العلة الأولية اللي هي 25 دائرة بنائبين. فالقصة اليوم ما عادت قصة مرسوم ضرورة، ما عادت قصة الصوت الواحد. احنا نتكلم اليوم عن أن لا يمكن للحكومة أو للسلطة أن تعطى سلطة التشريع بيدها، وهذه هي الخطورة اليوم. هذه الخطورة اللي لازم ننتبه لها. واليوم قضية أن الحكومة نرضى أن الحكومة تصدر قوانين على مزاجها وتفصل بدلة على مزاجها، بكرة أيضا راح نرضى أن هي تعدل بأي وقت قانون الانتخاب. إذا ما عجبها المجلس الحالي تقدر وتعدل وتعدل، ونصير مثل الدول الدكتاتورية اللي مر عليها الربيع العربي، وكانت يعني في واحدة من الدول مرشح ياخذ 200,000 صوت ما ينجح. ليش؟ لأن الحزب ماله ما أخذ 10% من مجموع الجمهورية أو مجموع الدولة، فبالتالي يسقط وينجح اللي أخذ 5,000 أو 4,000 صوت. هذه هي تفصيل البدلة اللي احنا نتكلم عنها. اليوم الحكومة قاعدة تسوي نفس العملية، وإحنا نقول لهم يعني هذه الخطورة في الموضوع، وحنا منتبهين إلى هاللعبة هذه، فلا يمكن نقبل فيها. الشغله اللي انا ابي يعني انبه لها، ان يعني اليوم راح تجري انتخابات،
ونشوف اللي يعني أجهزة الإعلام الرسمية أصبحت منحازة منحازة بشكل غريب، قاعدين حتى دوشونا في البيجرات والمش عارف إيش اللي قاعد يسوونها. لكن لو تمت الانتخابات وراح نشوف نسبة المقاطعة الكبيرة مثل ما شفناها في انتخابات المجلس الوطني، أنا أعتقد راح تكون إن شاء الله أكبر من نسبة المجلس الوطني، لأن اليوم الوعي زاد خصوصا عند الشباب وعند بعض القبائل وعند بعض الطوائف، ولذلك يعني إحنا نتوقع أن المقاطعة راح تكون رقم كبير إن شاء الله. هني هل لما يتكلم الأخ جازم سعدون عن النفق المظلم، أنا أقول إلى الآن إحنا ما دخلنا بالنفق المظلم. أنا أقول النفق المظلم لما تشكل الحكومة راح معروف راح يجينا مجلس شلون صاير، معروف من الأشكال. من راح تجينا حكومة أيضا توازي وتمشي بخط سير المجلس هذا، ومن راح يقبل في الوزارة إلا في الناس اللي راح يمشون في نفس الاتجاه. فهني راح يكون مجلس مطواع، حكومة نفس الشيء، وراح نبدأ نشوف الفساد على حقيقته. وأنا أقول من الآن إن المواطن البسيط اللي غرر فيه واللي راح يشارك راح يتحسف، وهذا الحسافة اللي قال عنها الأخ جاسم السعدون. يعني هي الشغلة الآن مربوطة في الممارسة، هم يقول لك والله مجلس الأمة عطل التنمية ومش عارف إيش، وبينها الأخ جاسم إن الأمور كلهم بيدهم، الفلوس بيدهم والمليارات بيدهم، لكن هم الآن يفكرون في مدى أبعد وقاعدين يفكرون كسلطة إن الوضع في البلد مؤقت وبالتالي يجب أخذ ما يتخذ وتصرف مثل ما تصرف وأهبش مثل ما تهبش، وذاك الوقت لكل حادث حديث ويعطونك البلد بعد خراب البصرة. لكن هذا احنا نقول لهم الموضوع ترى مو الشكل اللي تصورونه. انا متفائل من ناحيتين، انا متفائل بان الناس لن ترضى والناس راح تثور مثل ما ثاروا على مجلس 2009 راح يثورون على المجلس القادم، وراح تكون السلطة مجبرة على تعديل الوضع، وإذا ما عدلت الوضع الناس راح يعدلون الوضع يعني بإرادة السلطة أو بدون إرادة السلطة راح يتعدل الوضع. تفاؤلي الثاني وهذا اللي أنا بختم فيه اللي هي يعني أنا من قراءتي للتوجه الجديد للمحكمة الدستورية ورجال القضاء اللي كلهم كل تقدير واحترام، أنا شايف أن هناك معطيات كبيرة لأي طعن في مرسوم الضرورة هذا، أن إن شاء الله المحكمة الدستورية راح تلغيه. وليش؟ أقول لكم ليش. اليوم في افتراضين، أي طعن راح يقدم على مرسوم الضرورة، في افتراضين أن المحكمة الدستورية تحكم بعدم الدستورية أو تحكم بالدستورية. أنا أعتقد أن المحكمة الدستورية لن تحكم بدستورية القانون، إما أنها تمشي في خطها السابق اللي كان في تشكيلتها السابقة وتحكم أن هذا الموضوع يظل المرسوم هو أمر سيادي وتقدير حالة الضرورة متروكة لسمو الأمير تحت رقابة مجلس الأمة. هذا هو الاحتمال الأكيد، يعني السيناريو الأول، فبالتالي ما راح تحكم بعدم الدستورية، تحكم بعدم اختصاص. أما الأمر الآخر، لأن ليش؟ لأن إذا حكمت بالدستورية القانون راح تتطرق إلى موضوع شرط الضرورة، وبالتأكيد شرط الضرورة مو متوافر، ولذلك لا يمكن المحكمة الدستورية تنطلق من هذا. اليوم شرط الضرورة كل الفقهاء الدستوريين متفقين عليه، يعني إذا كان هناك شيء حدث آني في وقته، هني للأمير أن يصدر مرسوم بقانون، إذا ما توفر عنصر الضرورة
فلا يمكن يصدر مرسوم بقانون. الاحتمال الأقوى الآن أنه الحكومة لما طعنت في قانون الأربع أصوات والخمس دوائر رجعت المحكمة الدستورية وقالت هذا اختصاص المشرع، معروف أن المشرع هو مجلس الأمة، فبالتالي المحكمة الدستورية ألزمت نفسها مسبقا بأن وقررت أن قانون الانتخاب، تعديل قانون الانتخاب هو من اختصاص السلطة التشريعية. فبالتالي يعني احنا نأمل ان شاء الله انه يتم ان تقف المحكمة الدستورية كعادتها في توجهها الجديد في حماية الدستور، حماية المكتسبات الدستورية. واحنا مثل ما قلت لكم انا متفائل من ناحيتين، من ناحية موقف الشعب راح يكون موقف صلب ان شاء الله، وراح نكون كلنا كشعب نواب ظل للفساد اللي راح نشوفه في المستقبل، ومتفائل ايضا في السلطة القضائية ممثلة في المحكمة الدستورية انها راح تبسط رقابتها وراح تلغي المرسوم الضرورة. وشكراً.